السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عنواننا النهاردة ان شاء الله السيرة في المعدية والطبع وايدكم. هنوصف لكم ان شاء الله ايه الطعوم اللي تستخدموها في الاماكن دي وطريقة السير. اول حاجة طبعا الطعوم هتجيبها من على الكوبري بتاع المعدية، ده محل بتاع الاخ فارس. يا فارس صباحك زي الفل، رقمك يا فارس؟ رقمك رقم تليفونك 012-056-22-060. فارس يا جماعة على أول البغاز بتاع المعدية بيبقى عنده إن شاء الله زي ما انتم شايفين اهو جمبري حي، عنده برضو مشرشر، عنده كل الطعوم يعني. طبعا في ثلاث محلات على الكوبري غير فارس، اي طعم هتعوزه هتجيبه منهم. الطعم الصياد اللي هو مشهور هناك اللي هو اول حاجة المشرشر، الدود المشرشر، الطرد هناك بيبقى بعشرة جنيه، ده هينفعك في البوري، هينفعك في كذا طعمية. احنا دلوقتي نازلين على الصلبان زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ اليوم بتاعنا بالصلبان. خليكم معانا كده ان شاء الله هنحكي لكم قصة كده بالتدريج، وان شاء الله نحاول نقول لكم نلم لكم كل حاجه في المكان ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب، يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مساء. مشيئه الله النهارده احنا نازلين على صلبان المعديه باذن الله ومشيئته في ضيافه الاخ المحترم احمد عبد الجواد البحار. يا احمد صباح الفل، الله يحفظك يا رب. صباح الفل على كل مشاهدينك ومتابعينك، احلى مساء عليكم يا جدعان. احمد طبعا يا جماعه قناه احمد عبد الجواد البحار، احنا في ضيافه الراجل ده النهارده ان شاء الله على راسك. هو قائد الرحله، هو اللي هيقول لنا نعمل ايه، والله كريم. نتمنى من الله ان ربنا يوفقنا في الصيد عشان نقدروا نمتعوكم. تحياتي لك يا عم احمد. تحياتي لك يا عم سيد، الله يحفظك يا رب. خليكم معانا ان شاء الله في ضيوف بتاعنا حلو باذن الله وماشي. طبعا احنا جينا هنا لاحمد عبد الجواد، فهم الناس اللي نازل في الميه. استاذ احمد اهو بيصور فيديو اهو قصر. هي سمكه مش سمكه عاديه بس يعني زمان تعبانه. حياتي ليك وانت بتصور كده انت واستاذ احمد ماشيه بتاعت السمكه دي. فانا قلت نجرب اللي سمكه تعبانه، قلت نجرب البرك دي لحد اما نشوف حاجه اتعلم في البحر، فهننزل عليها ان شاء الله. طبعا انا نازل برصاصه ثلاثه، سنار سته كفته، شغال انا دلوقتي بدون نقاش. معانا طبعا بربوط وعور بس لسه مش هنشتغل بيه دلوقتي. فهنجرب رمية البرك دي كده. الله كريم نشوف الدنيا فيها ايه. احنا صورنا، احنا بنصوره. احنا دلوقتي بنصوره وبنصور. فهنفهم حاجة ولا ايه؟ ان شاء الله. صورنا ميدو. ميدو مولعها لا. نبدا ننزل كده يا استاذ امير. لا نطلع مسلوق. لا نطلع. اول حاجة طبعا هتعملها لو انت مش هتعرف تقف في اول الصلبان من بره على البوري او على الدنيس او على القاروص، هتجرب البرك دي، هتضرب معاك ان شاء الله هموره حلبوشه، ممكن تجمع بوري. الله كريم. شويه بحيث ان السمكه تاخد راحتها، فبرضه النقره هتبقى خفيفه يعني، مجرد ان هي تتهز دي كده سمكه باذن الله يعني. ربنا كريم ان شاء الله يا جماعه. خليكم معانا. والله يا جماعه بص انا نزلت هنا على البرك ديت اهي، يعني بسم الله ما شاء الله ايه حاجه صغيره كده. طبعا دي هنرجعها الميه تاني يعني هنرميها، فان شاء الله خير يعني عشان في الله خير. دي نوع من انواع الغمور اللي هو الوقار، بس دي حاجه صغيره خالص يعني. ربنا كريم ان شاء الله يكون يومنا جميل، صباحكم زي الفل باذن الله. بالنسبة لينا احنا طبعا كان اليوم ده صعب جدا خالص ومفيش سمك فيه بالمرة. ايه؟ بقول له ابو نسب الفرفوش رزق. ايوه. هو يصور دوت. ايوه الله كريم. مكرونة اهي برضه اما نشوفه واخرتها ايه؟ الله كريم. ماشي يا مستر. مكرونة صغيرة اهي برضه يا جماعة. الله كريم. اه المهم ان احنا ايه؟ في حاجه بتورينا ان احنا هناخد سمك يعني ان شاء الله. الله كريم. طبعا معانا احمد عبد الجواد البحار، راجل محترم 10 على 10 والله. حبيبنا عم احمد. عم احمد زيدان اهوت بكاست اهو يا جماعه.
قعدت انا شغال على البرك ديت بالدود المشرشر، بقيت ناخد المكرونه وبعض وقاره بعض كابوريايه. خليكم معانا، التفاصيل دي ان شاء الله هتفيدكم لما تنزلوا هناك. اليوم ما كانش فيه سما، كان فيه ناس محضره بوري وخدوا بوري كويس، ولكن بقيه الناس ما خدتش سمك. خليكم معانا. بس يا جماعه احنا جينا الطرف هنا بصراحه جبنا فيهم يا موضوع ومش عارفين ناخد سمك، يعني كلها مكرونه كويس يعني البوش صغير. بقى النهارده عجيبه خالص، بص على كل الناس هي ده رزق بتاع ربنا. وهو عامه احنا السواحل عندنا هنا في مصر مطلوبه مطلوبه، يعني الواحد عشان يقعد في مكان زي ده في الخليج ولا بره مصر والله العظيم ده يخرب الدنيا. انا فاكر زمان ايام ما كنت بتسافر تقعد في اماكن زي دي كان خيطان بتقطع مني. فانا عايز كل الصيادين تطمن، العيب مش من الصيادين، العيب من الميه. الله كريم واحلى كابوريا. طب اهم حاجه في الموضوع بقى الصيد هناك ازاي؟ الصيد هناك بيبقى بنظام فله وبتطعم طعم حي، يعني مثلا مكان زي ده بترمي قدام منك بفله وبجمبري حي، يا اما برضو بترمي بفله بسلكون على القاروص، يا اما اخر حاجه حداف بالايه بالاسماعيلاوي. خليكم معانا برضو وركزوا في الكلام ده عشان ده خريطه الاماكن دي كلها. اخر حاجه عايز نقولها لكم، لو معاك بوصه 7 متر وعايز تصطاد مثلا على البوري، بتنزل تزفر بالعيش وبتعمل اي عجينه شويه دقيق كده بشويه ميه وبتنزل بفله خفيفه قدام الصلبان بالظبط، ربنا بيكرمك وبتاخد بوري كويس. او مكان زي ده برضو ممكن تحضر برضو علفه عيش وتنزل بيه برضو على البوري، او بالجيلي فيش اللي هو السيليكون ممكن تكاست عليه. اغلبيه الشغل هناك بيبقى القاروص على الجمبري الحي وعلى الكاست اللي هو الجيلي فيش والرابلات. هننزل هنا يا جماعه باوضه 4 متر ونص عليه الخيط 40، طبعا مش اساسي يعني الخيط 40 هنا ممكن تصطاد بيه. جمال 25 صفار 8 كفته شغال بدود مشرشر، دود مشرشر بس نرمي الرميه كده ترد رده في اللبلوب بنيجي ساحب عليها. شغاله هنا بس سمك رفيع خالص طبعا، يعني احنا بنصبر بيه نفسنا يعني، بس بنحسس نفسنا ان احنا بنصبر، ولكن هي السمكه دي مطلوبه برضه وفي ناس بتحبها وهي اللي موجوده هنا. يعني اللي بيجي بيصطاد هنا بينزل على السمكه دي عشان محدش يقول السمك صغير، هي السمكه دي اللي بتطلع هنا. واهم شيء اللايك عشان الرايت ده محترم، في علامه حمراء تحت الفيديو هتدوس هتشترك مش هتخسر حاجه. احلى عماد زيدان ده ولا ايه؟ مشكله يعني الرميه بتاعتنا ان شاء الله. طبعا احنا لما جبنا اخرنا على الطرح في المعديه الناس طبعا كانت كلها تعبانه وكلها زعلانه، البحر كان عاطي ظهره النهارده. قلنا نطلع على الحاجات دي نطلع شويه نقط وشويه سياس، لان احنا عارفين ان هي كده كده ايه السمكه دي حاضره هنا، بس هي المشكله ان هي بتبقى سمكه صغيره موجوده في المكان. فقعدنا تسلينا بقى خدنا شويه السمك ده. خليكم معانا وعلى الله الفيديو يعجبكم. طبعا يا جماعه مش عايز اقول لكم كوبري بتهز بينا والسمك على اللهم صل على النبي الله اكبر. سامح يا تحرش اشترى كيلو ده سامح؟ كيلو ولا كيلو؟ صوبة صوبة الله ينور. رحنا في شرحة طبعا لفينا فقلنا نصبر نفسنا الله كريم. ايوه اميدو حلاوتك يا اميدو صلاة النبي ما شاء الله.
شايفينه؟ فضل يا جماعه السريعه. ايوه الحاجات دي لازم تاخدها. مكنه جديده يا جماعه. ايوه ايوه والله عمالين نصبر نفسنا بالنقطه ده يا جماعه والله الحمد لله رب العالمين. يعني 70 جنيه هنا بصدق. فين سمكتك يا عمده؟ السمكه دي نزلت الجربله خلاص. الاحجام الكبيره دي لازم تنزل بسرعه. شوف السمكه دي عنده على القناه شواها. طب وشوف السمكه دي عند استاذ عماد يا جماعه. بص يلا يا ذاك يا ابو يوسف. على يومنا اللي باص اي حاجه. ده يا جماعه الطريق الدولي الساحلي. ايوه يا ميدو ده كده الطريق ده اللي هو من اسكندريه رايح على رشيد، من رشيد بقى على ايه؟ على بورسعيد وراس البر. اسمه كوبري الدولي او الطريق الدولي. ده كوبري من ضمن الكباري، بتبقى الملاحات دي كده بنختار مكان غويط فيها وبننزل عليها على اللي هي على السمكه دي. يلا شف شف الاول. طب يا ده بقى اللي اكبر سمكه طلعت والله وعروس. المصور بتاعه اكبر سمكه طلعت اهو. المصور اهو ابن خالي خلايالي والله. عروس يا مين؟ عروس يا مين؟ اديله على وده. لسه ما عملتش لايك للراجل ده. ده مازل السيارة الأول يعني. حد لسه ما عملتش لايك. حد لسه ما عملتش لايك. محمد عمارة. مراعات الحالة مولعها. يختم بقى الفيديو. والله خلاص ما تصورش. لا 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 اهو اهو. طبعا يا جماعه احنا يومنا اعتبر عدى من غير سمك خالص، بس يعني اشترينا سمك بصراحة وغيرنا جو الحمد لله. قاعدين على الكوبري الدولي ده بنتسلى كده مع النقطة الصغير ده، تبقى سمكة صغيرة كده يعني، بس هي أي حاجة يعني تحسسنا إن احنا بنصطاد. يعني يوم باظ مننا والبحر كان معاكس ناس كتيرة كلها النهاردة. كل الناس اشتكت النهاردة بصراحة، بس هو كانت في ناس شغالة على البوري دول ربنا كرمهم يعني بسمك. نهاية الفيديو دي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.